دكتور الصباح، صباح الخير هدى. صباح الخير زكية. هدى اليوم باش نحكيو على العسل، منافع العسل، العسل الحلو. ان شاء الله نعديو نهار حلو للساده المشاهدين. زاده العسل، العسل اللي داخل في عاداتنا الغذائيه في تونس، فيها باس كان نذكروا بالفوائد نتاعو، بالمنافع نتاعو، بالكميات اللي لزمنا نتناولوهم، الاوقات اللي لزمنا ناخذوهم فيها. العسل معناتها من قديم الزمان معروف، الفوائد نتاعو معروفه بالانحاء العالم الاجمع، في افريقيا، في اسيا، في ايران، في مصر، في الهند، في الصين، يعني من قديم الزمان عنده منافع قويه. فما اجماع، يظهر لي اجماع، فما اجماع على انه مفيد برشا. ونحب معناتها نفهم شويه شنو المنافع نتاعو. يتكون من الرحيق، هو المادة الأساسية الأولية لتكوين العسل. يعني النحلة هي تجنى وترعى الأزهار وتعطينا وتلملنا العسل اللي هو حلو معروف برشا، يعني حلي أكثر من السكر، 125 مرة و 130 مرة أكثر من السكر. على خاطر السكريات اللي متكونة اللي تكونوا فيها برشا أنواع، لكن 80% من الجلوكوز والفركتوز. والمطعم الحلو هذا جاي من الفركتوز اللي هو يفوت السكر 125 مرة. اللي على هذاك يلزم الكميات أقل برشا، يعني مغرفة صغيرة بالكل تكفي باش تحلي الحاجه اللي من نردوا بالنا من الكميات، من الكميات اللي خاطر هو يحلي برشا وفيه برشا طاقه زاده، يعني هو قوي في برشا حريرات، فما اقل حريرات من السكر، اقل حريرات من السكر، اقل حريرات من السكر، لكن لازم نستعملوه في كميات ضئيله، ذواقا نجم نقولوا. العسل ماهوش الاستعمال قوي كل يوم، مش للاكل، لا مش للاكل، للذواقه. حتى في القديم كان مستعمل معناتها عند الناس اللي عندهم الامكانيه باش يستعملوا، ما نفوتوش في قبل كنا نستعمل بين 500 و 2 كيلو عسل في العام، ما نعرفش الاحصائيات اليوم، اما لازمناش نكثروا منه. الفائده نتاعو في الكميات الصغيره، راهو مش في الكميات الكبيره، متكون ب 80% من السكريات من نوع الجلوكوز والفركتوز، وعلى هذاك هو معناتها منصوح به لدعم المجهود البدني الطويل، يعني به للرياضي، يعطي برشا طاقة وطاقة مستعملة فورا بالجسم، يعني ما يستحقش وقت طويل باش تستعمل الجسم. للرياضي يكون حاجة باهية، للتلميذ اللي خرج المدرسة نتاعو، للتلميذ اللي خرج المدرسة، سواء باش يعمل مجهود ذهني ولا هو أكثر ولا بدني. للمجهود البدني، يعني القوة نتاع السكر نتاعو. للذهني زادة، على خاطر فيه زادة منافع أخرى من نوع الفيتامينات، من نوع البي كلهم، البي أن حتى البي نف، وفيه الفوسفور والمغنيسيوم هذوما الفوسفور والمغنيسيوم والصوديوم موجودين فيه. هذه حد العسل معناتها الفائدة نتاعو في العلاج تتغير حسب الأزهار اللي يرعى فيها النحل. يعني أنت والنوارة اللي أخذت منها معناتها، ونعرف وحكينا قبل على الأعشاب ومنافعها في العلاج. صحيح. وقت اللي يكون العسل مستخرج من الأعشاب هذية نزيدو نقويو المفعول، وقت اللي نحطو في التيزان نتاع الأعشاب هذية مغرفة عسل مستخرج منها هي، يعني نزيدو نأيدو مفعول العسل. الاستعمالات نتاعو توا في عاداتنا، ناخذوا العسل في الصباح مع كاس حليب، قبل ما نرقدوا ناخذوا كاس حليب، هو نرفع عسل، اي نجم عادات باهيه، خاطر هو منشط يعني مقوي ومسكن في بالضبط، يعني استعمله سوى في الصباح ولا في الليل باهي، هو رغم المنافع نتاعو هو مقوي ومجدد القوى، منشئ من جديد، يعني يعاود معناتها يزيد يجدد اللي عندنا الطاقة نتاعنا والحيوية نتاعنا. ملين، ملطف، مضاد للعفونة زادة، مسكن بعد اللي نستعملوه في الليل، ومضاد للإسهال زادة، وللسعال، سامحني، للسعال على خاطر الكحة يعني، وللأمراض الصدرية باهي برشا. صحيح، ديما ينصحوا به للناس، هذوما هما المنافع نتاعو. المنافع تكون أقوى إذا كان نستعملوا الجامد نتاع العسل اللي هو لا جولي غويال. صحيح.
فيها اللي هي تبدا ديما موجوده بكميات ضئيله برشا، كميات ضئيله وغاليه برشا، على خاطر النحله تغذي بها الملكه نتاعها، وهي فيها فوائد اقوى من العسل اللي احنا نستعملوه، مع انها الملكه هي اللي باش تصنع، اللي هي اللي باش تصنع، وال معناتها هو باهي للطفوله للنمو، يعني الاطفال اللي عندهم تاخير في النمو، وباهي زاد ضد مظاهر الشيخوخه، يعني جولي رويال الجامد هدية باهي برشا للناس الكبار وللصغار اللي في النمو. وفما البولين اللي هو اللقاح، اللقاح زادة تجي تهزوا النحله بتسقيها وتحطوا في الخلايا اللي تصنع فيها العسل، فيه زادة برشا فايده، فيه الكاروتين نتاع النوار الكل، يعني الالوان الكل، فيها الحديد، فيها الكالسيوم، فيها الذهب زادة، هذوما الكل نسحقوهم في الجسم نتاعنا، يعني المنافع نتاع الخلايا اللي مصنوع فيها العسل فيها برشا فايده، العسل واللي مداير به. فماشي اللي ما ننصحوش الناس اللي عندهم الامراض هذيا باش يتناولوا العسل؟ حاجتين معناتها ما يلزمناش نستعملوا فيهم العسل، هو المريض السكر والسمين، خاطر بما انه فيه برشا طاقه ويرفع مستوى السكر في الدم، ماهوش منصح به للمريض بالسكر والسمين اللي يحب ينقص في الوزن نتاعه. معناها من الافضل ما يذوقوش حتى ذواقه، نقولوا احنا نجموا يذوقوا ذواقه العسل، ما موش وحده، مش بيور هكاك، يلزموا يكون مخلط في حاجه باش معناتها القوة نتاعو المفعول نتاعو ما يكونش قوي في الجسم، أما ما ننصحوش به للأمراض هذوما، غير هذا باهي للناس الكل، باهي للناس الكل، للكبار للصغار، للي يحب يكون عنده حيوية، للي يحب أعصابه ترتاح باش يرقد، ننصح للناس بكميات ضئيلة، يعني غير فصغيرة في كثيرات العسل. نشكرك هدى على نصايحك الصباحية.